برج فيكتوريا تقول أن الإرسال عند جاك سكرتان. صعود آخر على الطاولة واللاعبان يصعدان معا واللاعب يستمر. تقول من الممنوع الوقوف على الطاولة فيجلسان على الطاولة لأنها قالت أن الوقوف فقط هو الممنوع. تقول لا تجلسوا على الطاولة فيستلقيان على الطاولة. وتنتهي الآن ستقوم بتجفيف الطاولة. غالي اللاعب عليها هي نفس طاولة المحكمة بينما تقوم هي بتجفيف الطاولة الرئيسية والمشهور عالميا. بريجيت توري تقول لهم رجاء هذه طاولتي عودا إلى طاولتكما. ويبدو أن هناك طاولة أخرى ستظهر، طاولة أصغر، ربما أصغر طاولة في العالم يمكن اللعب عليها فقط بين هذين اللاعبين. هل رأيت مثل هذا من قبل؟ يحرك الطاولة ليحصل على النقطة فيقوم فانسان بيوركاب بتثبيتها وتثبيت المضرب أيضا. كم يمكن الاستمرار هكذا؟ هل تصدقون أنه في تاريخ كرة الطاولة هناك نقطة واحدة استمرت قرابة ساعتين وشوطا استغرق قرابة 12 ساعة؟ كان ذلك في الثلاثينات عندما كانت اللعبة بدائية عما هي عليه اليوم، لذلك أصبح هناك نظام تعجيل ونظام اختصار للعب واللعبة أصبحت أسرع. الطاولة تبعد لكن يبدو أن هناك طاولة بديلة تحت الطاولة الأولى. بريجيت توريا المحكمة تعاني مع هذين اللاعبين المشاغبين فتأخذ الطاولة منهما ويبدو أن هناك طاولة أصغر تحتها الطاولة الثالثة. وبريجيت توريا من جديد تأخذ الطاولة الثالثة فتظهر طاولة رابعة لعلها الأصغر في العالم. وفانسان بيوركارد يستعمل النظارة ليرى هذه الطاولة. طاولة تستحق أن تدخل موسوعة جينيس بالفعل كأصغر طاولة تنس في العالم. بريجيت توريا تطلب من اللاعبين العودة إلى الطاولة والطاولة الأخيرة كانت على قاعدة. لكن يبدو أن هناك طاولة أصغر ولاعبان بديلان يقوم فانس